رضا سليم ارقامه مع الجيش الملكي الموسم الماضي كانت كالاتي: لعب 39 مباراة، ساهم في 27 هدف، احرز 13 وصنع 14 هدف. لاعب صغير السن 22 سنة، المستقبل بإذن الله كله قدامه خلال الفترة اللي جاية. عام 2019 شهد تصعيد الجناح الواعد إلى الفريق الأول في نادي الجيش الملكي. لعب 115 مباراة بقميص الجيش الملكي في مختلف المسابقات. رضا ساهم بدور كبير وواضح في تتويج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي الـ13 في تاريخه، حيث فضل اشتباك بينه وبين نادي السابق الرجاء الذي تراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الأبطال التاريخيين برصيد 12 لقب. يعني أصبح الجيش الملكي دلوقتي بيتخطى الرجاء في عدد الفوز بالبطولات في الدوري المغربي. تم استدعاء رضا سليم لتمثيل منتخب المغرب عام 2021 تحت قيادة المدرب حسين عموتة، ولعب مباراة واحدة مع أسود الأطلس. لعب رضا 115 مباراة مع الجيش الملكي زي ما قلت لحضراتكم منذ انضمامه عام 2019، سجل 32 هدف وصنع 26 هدف. رضا بيتميز دايما بتسديد ركلات الجزاء الترجيحيه، وكلنا نتذكر ركله الجزاء الترجيحيه اللي منحت الجيش الملكي البطوله الوطنيه المغربيه كانت بتوقيع رضا سليم. ضربه الجزاء اللي جت في اللحظات الاخيره هي اللي منحت الجيش الملكي البطوله المغربيه بهدف من توقيع رضا سليم. دلوقتي اصبح النادي الاهلي بيمتلك 2 لعيبه كان لهم دور كبير جدا في خسارة الوداد المغربي لبطولتين في أقل من شهر. الأهلي عنده محمد عبد المنعم صاحب الرأسية في مرمى يوسف المطيع في نهائي دوري الأبطال والتعادل الإيجابي، ومن ثم خسارة الوداد للقب الإفريقي. الآن الأهلي بيمتلك اللاعب المغربي الموهوب رضا سليم صاحب ركلة الجزاء الشهيرة في الدقيقة 90 في مباراة الجيش الملكي الأخيرة، وكانت ركلة الجزاء هي بمثابة إعلان رسمي لتتويج الجيش الملكي بالبطولة الوطنية المغربية، وهذه ركلة الجزاء كانت سببا في خسارة الوداد للبطولة الوطنية في اللحظات الأخيرة رغم فوز الوداد في الجولة الأخيرة. رضا ومنعم موجودين في الأهلي وهما طرفا خسارة الوداد في آخر بطولتين الدوري المغربي والبطولة الإفريقية. هو نوع بس من فكرة الأرقام والصدف اللي ممكن تجمع عدد من اللعيبة بيكونوا أسباب في خسارة فريق في بعض البطولات. طيب، رضا بيجيد تنفيذ ركلات الجزاء، سجل 21 ركلة جزاء مع الجيش الملكي، 21 ركلة جزاء، 19 منهم سكنت شباك المنافسين ولم يهدر سوى ركلتين فقط. بيجيد اللعب في كل أشكال الكرات الثابتة، الضربات الركنية والركلات الحرة. امتى تاخد من رضا شغل عالي جدا؟ لما يكون عندك راس حربة بيتميز بالتسديد بضربات الرأس والتحركات داخل منطقة الجزاء. رضا صفقة مهمة جدا، هيبقى فيها إضافة لخط هجوم النادي الأهلي اللي كان آخر موسم أفضل خط هجوم في الدوري المصري وفي البطولة الإفريقية، ولكن انت بتقوي السكواد والقائمة بتاعتك عشان المسابقات القادمة: سوبر إفريقي، الدوري الافريقي الممتاز، دوري ابطال افريقيا، كاس العالم للانديه. انت بتتكلم على 4 مسابقات قاريه ودوليه، لسه ما اتكلمتش على المسابقات المحليه.